بشراستها، إلا أن الباراكودا ليست سمكة لا تهزم. أما التحدي الأكبر الذي يواجهها فهو نموها. تمضي الباراكودا فترة نموها في مصب الأنهار. تعيش الباراكودا خلال فترة نموها في مناطق الأراضي الرطبة وفي دلتا الأنهار، لذا علينا أن نبذل جهودا جبارة لكي نحافظ على الأراضي الرطبة، لكي نمكن أسماك الباراكودا الفتية بالتالي من النمو لتصبح كبيرة بالغة. في معركة الحفاظ على الأسماك العملاقة ذات الأسنان الكبيرة، يقف العلماء في الخطوط الأمامية حيث تعيش هذه المخلوقات وتتكاثر وتقطن. عميقا داخل غابة الأمازون المطرية، تمكن عالم الأسماك جاستن جروبيتش ودليله جوني هوفمان من وضع علامات وجمع معلومات عن سمكة الباكول غريبة المظهر، وهي ذات أسنان تشبه أسنان البشر. 18 يناير 2009، مع اقتراب المهمة من نهايتها، قرر جاستن أن يجد سمكة ضخمة ذات أسنان حادة كالخناجر، يطلق عليها اسم بايارا نسبة إلى وحش شرس. إنها السمكة مصاصة الدماء. يمكنها أن تفتح فمها الكبير وتأكل فريسة بنصف حجمها تقريبا، ولهذا يعتبر فم البيارة خطرا جدا. يريد جاستن جمع معلومات عن أسنان السمكة مصاصة الدماء لمعرفة كيف تتأقلم هذه السمكة مع نظام غذائي متبدل، وكيف تناضل لكي تنجو وتبقى على قيد الحياة. وصلت البعثة إلى بقعة معزولة قرب حدود ماتو غروسو، موطن البايارا. لكن السماء الملبدة بالغيوم ودوي الرعد لا يبشران بالخير. ومع أن البايارا تحب المياه الجارية السريعة، إلا أن العثور على هذه الأسماك الشرسة في مياه متدفقة غزيرة هو أمر شبه مستحيل. سميت البايارا بمصاصة الدماء نسبة لمجموعة خناجر بطول 3 سنتيمترات تندفع من فكها الأسفل. وفائدة هذه الأنياب الطويلة الحادة المسننة تكمن في أنها تمشط مياه التيار المتدفق، مما يزيد فرص انغراز فريسة في أحد هذه الخناجر. تتكون هذه الأنياب الفتاكة من مادة المينا، أقصى مادة بيولوجية على وجه الأرض، وهي مخفية داخل جيوب تمتد على طول جمجمة البايارا. لا تمد البايارا أنيابها إلا لكي تمتص الدم من الفريسة، وهي سمكة انسيابية الأنياب من الرأس حتى الذيل، وهي مفترسة حقيقية. للبايارا فك ضيق، وهي تحتاج إلى جسمها الرفيع لكي تتمكن من الحركة بسرعة عبر المياه المتدفقة السريعة. أجل، إنها سمكة رائعة يا جوني. صحيح. أما الآن وبعد أن علق الفريق وسط عاصفة هوجاء حيث لا أسماك بايارا، اقترحت جوني خطة جديدة تقضي بالتوجه إلى موقع سري للصيد يبعد 50 كيلومترا عبر الغابة الكثيفة. توجه الرجال إلى المخيم لقضاء الليل قبل أن ينطلقوا لمواجهة آخر وأقصى امتحان لهم. التاسع عشر من يناير 2009، الرجال يسيرون عبر الأرض الوعرة وسط الحر المستعر ولسع البعوض المؤلم. أخيراً وبعد رحلة شاقة صعوداً عبر مجرى النهر، وصل الفريق إلى حافة غابة الأمازون. النهر يتحول إلى شلالات ومساقط قاتلة. لست من خبراء الأنهار، لكن هذه الشلالات هي على الأرجح من الفئة الثالثة أو الرابعة. هنا تحب أسماك البيارة أن تعيش. لا يوجد شيء الآن، سنسير في الغابة، الأمر صعب جداً. الآن لا يبدو أن الأسماك ستظهر أمامنا، لذا سنتوجه إلى بقعة في الأعلى حيث المياه أكثر غزارة. هيا بنا. هيا. أشعر بالتعب الشديد، لكن الحماسة تدفعني للسير قدما. سوف نصطاد السمكة مصاصة الدماء البيضاء.